القرآنيات. قريش طلبت من محمد إنه يثبت إنه نبي، إنه يعمل شوية معجزات. أخي مالك، هل محمد عمل معجزات؟ وإيه اللي طلبته صحيح. قريش؟ قريش طلبت في أكثر من مكان، والقرآن يعبر عن أن قريش طالبت من محمد أن يقدم لهم معجزات، وقالوا له نريد أن تثبت أن تأتي لنا بمثل ما أوتي موسى، وفي مكان آخر قالت له أن تأتي بمثل ما أوتي الرسل. فطلبت قريش كان طلب بسيط، أن محمد قدم له نفسه على أنه نبي. قالوا له نحن نقبل هذا الادعاء، ولكن عليك أن تقدم برهان ذلك وأن تقدم لنا معجزة كما عمل الأنبياء السابقين، سواء موسى أو المسيح أو الآخرين. في أكثر من مكان محمد لا يقدم معجزات، ولكن يقول افتراضا بأن إذا جاءتكم معجزة ولم تقبلوا بها فسوف يحل عليكم العذاب. ولكن عندنا نص في سورة الإسراء من آية 90-93، لما قريش طالبت بأكثر من مرة معجزات بتتحايل عليه يعني. فبالأخير هالنص بيعطينا أن يبدو قريش في سجال مع محمد. اقترحت عليه جملة من الخيارات، قالوا لهم تعال نحن يا محمد، تعال يا محمد، لدينا مجموعة من الأفكار، هذا الاقتراح أو ذاك أو ذاك، أعمل أي واحد منها وسوف نصدق أنك أنت رسول من الله. في النص ماذا نقرأ؟ في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. مطالبة بسيطة، الشخص يقول لهم أني أنا صاحب دعوة من السماء. قالوا له نريد منك أمرا واحدا، أن تعطينا ينبوع من الأرض، تطلع علينا مية. أمر بسيط مفترض من النبي. طيب إذا كنت أنت غير قادر، أو أعطوه خيار آخر، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. فجأة طلعنا بمكان بخصك نخيل وعنب، بمعنى هذا أمر خارق للطبيعة. فتفجر الأنهار وخلالها تفجيرا، إني كنت من الطبيعي في أنهار. طيب أنت ما لن توافق، عندنا خيار آخر، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، مقصود أني قطعا كان عندنا تصورات أن السماء كتلة واحدة. فأنا يا محمد نحن مستعدين، أنت عم تهددنا أني بنزول العذاب، وافقين نزل علينا السماء قطع حتى لو ألحق فينا الأذى، ولكن نريد برهان أن أنت صادق. طيب ما أنت لا تريد أن تلحق فينا الأذى، أنا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أعطينا يا محمد يعني أعطينا شيء من تجسدات الله والملائكة قبيلا. طيب كل هالأمور ما مشيت معك، رحي معك بخيار آخر، أو يكون لك بيت من زخرف. ما بتحتاج، عندنا فكرة جديدة، أو ترقى في السماء. ترقى في السماء أن تصعد في السماء، تعملنا حالة إسراء. ولكن هون ذكاء، ولكن ولا ذكاء منهم. نعم، لأنه يعني فاهمين يعني. ولا نؤمن للسماء وقلنا لا احنا عايزين حاجه ماديه في ايدينا. نعم، ولا نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. ولكن طبعا ما بتطلع لفوق بتقول انا طلعت، اعطينا شيء من اللي جبته من مدينة نشوفه. فبماذا يجيب لهم محمد؟ قل هل كنت الا بشرا رسولا. ايوه، فالرجل امام جمله قريش طالبت باكثر من 6 أو 7 أشياء. ست اشياء تقريبا طالبته، ده غير اللي طلبته قبل كده طبعا بآنات وافكار. وهي لاحظي هي زي لم تطالب هذه الاشياء مجتمعه. قالوا مر... او بالضبط يعني مره تلو تتلى المره الثانيه. نعم لازم. حتى في مطالبات بسيطه يعني تفجير ينبوع من الارض امر ابسط من البسيط. هل الله ما يعرفش يعمل كل الكلام ده بسيط او كتير؟ ولكن كان جواب محمد اني انا بشرا رسولا. طب سؤال، هو يعني البشر هو اللي قبليه ما كانوش بشر ورسل؟ من القرآن نفسه يتحدث عن المسيح وامه كانا صديقين ياكلان الطعام في سوره المائده. يبقى يعني موسى كان بشر ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ويمشي في الأسواق، وفي وسط في على فكر القرآن إن مريم وعيسى برضو بشر وبيعملوا معجزات. إيه الرد العجيب ده؟ ما كنت إلا هل كنت إلا بشرا ورسولا؟ فيعني رد عجيب شوية. أنا بشكرك أخي مالك. أعزائي المشاهدين، محمد يعني نشف ريق القريشيين أو الكفار ليه؟ عشان يجيب لهم أي معجزة طبعا، لأنه مش من عند الله، معرفش يجيب ولا معجزة، وابتدى يتحجج بحجة عجيبة قوي، أنا بشر رسول
وهم اللي قبل كده ما كانوش بشر ورسل؟ شكرا، نشوفكم في الحلقة القادمة في قرآنيات.